اليوم بمناسبة ذكرى 11 لاختفائه إنها تطمئن الأهل والأنصار والرأي العام على حياة شقيقها. ومعي الآن شقيقة رجل الأعمال رشيد مصطفى. تسلم مصطفى، أهلا بك، شكرا على تلبيتي الدعوة. بداية، ما هي المعلومات الجديدة التي لديكم حول هذا الملف؟ أهلا وسهلا. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر القناة على إتاحة الفرصة على هذا البرنامج الجيد. وثانيا المعلومات سابقة بعد قاع عن انطم أنا محبين رشيد في العالم وفي الوطن بصفة خاصة، اللي راهم إن شاء الله ياسرين عنه موجود وعنه عن جهة معينة وفي مكان معين، هذا لا يدخل منه الشك. آخر شيء عندنا معلومات دقيقة فيها صور خلاص. وثانيا موجه رسالة للرأي العام وللدولة بصفة خاصة، يعني إذا كان عندهم شيء اللي هي الدولة الموريتانية طبعا، إذا كان عندهم شيء يثبت عدم صحة اللي نقول أنا، أنا قاعد أتكلم بالحسنية، إذا كان لعات الدولة عندها شيء ما هو ذا اللي نقوله إحنا، ولا هي معلوماتنا اللي توصلنا رسمي عن الطائرة ما هي خالقة وعن الإنسان المفقود ارتحام وكذا وكذا، لعات فمشي معلومات رسمية يطهن ويطلعون عليها ويعدلونها قضية واضحة، معني متأكدة أنها ما هي عندهم، متأكدة بالوساني صار متأكد. نعم. الوساني متأكد هو عن اللي قطخ اللي قاعد في الموضوع من شي رسمي، وراني أنا مطلع على الموضوع ولي 11 سنة وأنا فيه وعاطيته حياتي. اللي قطخ اللي من شي رسمي هو عن السلطات الأنغولية بحثت، وراني بعد من المنبر نشكر السلطات الأنغولية لأنها في البداية ما قصرت، لا عاد خلق فهم تقصير لا في الأخير، لأن ما جبروا يد واحدة ما تصفق. السلطات الأنغولية بحثت وتقصت وثبتت وأعطت تقرير أنا عندي مكتوب عنها، الطائرة ما جبرتها طايحة، وعنها ما هي على الأراضي الأنغولية، وعنها عندها مضربين، واحد الاختطاف وهو الأرجح. هذا البداية أول حدث، والآخر التحطم ضعيف ولا عندهم عليه أدلة. وعقب ذاك جبرنا احنا المعلومات والأدلة بصفة خاصة اللي هي الأسرة، لا نتكلم لا عن الأسرة، عنه موجود وعنه في مكان ما وعنه هو نفسه ما عنده حول لا قوة راسه، ولكن يحتاج للقوة الدبلوماسية كيف ما فتقت قبل هذا، يحتاج لدولته أولا، ويحتاج رجال أعمال العالم، ويحتاج رؤساء الأحزاب العالم، ويحتاج الهيئات المدنية والهيئات الحقوقية، تعدل ائتلاف تعدل تكاتل، هاي القضية لحقها توقف على حقيقتها. نعم، طبعا المتابع لهذه القضية يلاحظ أنه دائما هناك شح كبير في المعلومات حولها، تلاحظون هذا؟ وثانيا ما السر فيه برأيكم؟ هل هو نوعية البحث؟ أنه أشرتم إلى أن الحكومة الموريتانية حتى الآن لم تبذل الجهد الكافي، وأنتم طالبتموها وجددتم المطالبة ببذل المزيد من الجهود، أيضا أشرتم إلى أن السلطات الأنغولية في الآونة الأخيرة ربما أصبح هناك تقاعس، ما طبيعة هذه المعلومات الآن وهذه الوضعية الراهنة في ظل هذا التجاهل المتبادل؟ طبيعتها من ناحية؟ من ناحية أفقها ومن ناحية العمل على تسوية الملف بشكل عام، لأنه ما دام أن السلطة حتى الآن الموريتانية كما أشرتم لا تقوم بالجهد المطلوب، ما دام أن السلطات الأنغولية تقاعست عن الجهود بعد إخراج ذلك التقرير، إذا شنو هو الحل؟ نعم، الحل اللي عن السلطات الموريتانية كما كنا متوقعين منها، نحن السلطات الموريتانية حالا ما هي السلطات الموريتانية ماضية، السلطات الموريتانية حالا عندها رئيس ملتزم وعند كلمته وعند تعهداته، وإحنا دعمناها قاعدة إراديا لأن ابناء جهة وابناء ولاية هذه واحدة، ثانيا كان عندنا فيها أمل أكبر وأقوى من اللي سابقوا. تفاجئنا عنه قاع الموضوع ما فهم اهتمام، أقول لك بصراحة أنا ما فهم اهتمام من رئيس الجمهورية، ما فهم اهتمام من رئيس الجمهورية ولا فهم اهتمام من السفارة في أنغولا، لأني قبل فهم معنى الله قاعد أفهم فهم ربما استهزاء به، اللي استهزاء بالمشاعر أولا واستهزاء بالقضية وعدم اللامبالاة،
بيه السفارة موريتانية في أنغولا قطع أعطت رسالة نحن كأسرة عنها متباركة لا تفتح تحقيق في الموضوع هذا بداية ذي الحكم الحالي نهاية الحكم الماضي نهايته عنها لا تفتح تحقيق في الموضوع وعنها لا تتواصل معنا وعقب ذلك كأن الشيء لم يكن حتى اللحظة. نتائج التحقيق حتى الآن لم تصدر. حتى اللحظة من هذا المنبر نحن مطالبين وعندنا الحق نطالبه هذه القضية بغض النظر من الناحية العاطفية نحن أسرة وفاقدين رقاش بذل الحاجم أولا بعد قال اختير نعرف من هو راشد مصطفى. راشد مصطفى شاب موريتاني وراني هم ما نتكلم عنه بصفتي أخت شقيقة وحيدة وفاقد أخو نتكلم عنه كإنسان متابع للملف ونعتبر عني متابعته حالا وحدي بجهودي الخاصة. راشد مصطفى شاب موريتاني مثقف واعي وقاري في محاضر موريتاني وعلم موريتاني ياسر من اللي يقراه ابناء عمه في المحاضر قراه ومشك ابناء عمه يتاجر وعقب تميز بالثقافة والحضارة وتميز بالغيرة على الوطن وجاء 2005 نهاية 2005 بداية 2006 جاء لأهله كزائر له عنهم 21 سنة ولين جاهم في كيف أعطى فترة وجيزة قدرة 3 أشهر والله ذاك مع الوالدين أعطاها يخدم الولاية وأعطاها حكما لما قلت لك عنه يكاد هو قاع ما يبكي يتأثر من وضع الولاية إنه مشى عنها 20 سنة والحاجة في نفس المبديات كما يقول وفي نفس الوسخ وفي نفس المظاهر السيئة اللي مشى عن هذا نتكلم كلامه هو ذيك الفترة اللي أعطاها في كيفه 2005-2006 أعطاها في نظافة الولاية وأعطاها يكري راهم أهل كيفه يشاهدوني دارك يعرف عني ماني كاذب يكري الوتات الكبارات ينظف الشوارع يكري ستيرنات يسقوا الناس يوزع صدقات على الناس يبالي المبديات يوميا يكري الناس يحاول يدخل الضوء المناطق هذه واحدة الغيرة هذه اللي وقعت له على الولاية تم تتوسع في داخله إلى أن فاجأنا عنه لا يترشح للرئاسة من أجل المواطن الموريتاني وراهو برنامجه الانتخابي فيها لا الغيرة على المواطن الموريتاني صيفة غير بها المواطن الموريتاني واقعه وتم ترشحه يقر لو كان قاع جمع معانا والله جمع مع الناس ما يترشح لرئاسة موريتانيا ما هي معطية أصلا قدر اللي تعب هو وزق الفالته وزق وقته وجبر ذيك النتيجة اللي ما هي زينة قال هذا كامل يعطي لنا راشد مصطفى كشاب موريتاني مواطن غيور على الوطن ورئيس حزب موريتاني للتجديد ومترشح سابق للرئاسة ما نعطانه حقه في انه اختطف تم اختطافه وخسر تفكيره وخسرت حياته ودمر مستقبله ما نعطى الاهتمام من دولته ولا من مواطنين ولا من الناس اللي يلا تعطي القضية زخم يعود أمتن لها وشد وشبه جدية مثلا كيف معاملة الحكومة الموريتانية مع الموضوع في أول لحظة ما تعاملت مع مادة فاقدة ولدها فيه بعض من المسؤولين يواجع راهو عنده مسجل على قناتكم يقول عن تم التعاطي مع أسرة رشيد مصطفى وينعطى لهم أخبار ويتواصل معهم يوميا هذا لا أساس له من صحتي الأسرة هنا تتكون لا من أنا والوالدين الوالد يعطيه رحمة رتحام 2015 لا فهم اتصال قط وعدلنا محمد العبد العزيز في البداية تلفنت له أنا اللي قال لي عدل بالمواطنين وسولت عن راهو ذاك لقاء التلفزيون اللي عدل قطع عدل مرتين والله ثلاثة لقاء الشباب لقاء المفتوح لقاء المفتوح نعم. الحلقة الأولى منه فيها الاتصال بالهاتف نعم. وأنا اتصلت له وطرحت عليه الموضوع وقلت له عني سمعت إنه من الأسباب اللي خلاته ما يهتم حتى والله ما يورط الموضوع عن صاحبنا كان معارض وصاحبنا معارض شرس معارض للمجلس العسكري عموما ورأي الناس تقول عن سبب هذا الركود عنك انت يا رشيد معارض كنت للمجلس العسكري وعنك قطع عدة مقابلات تلفزيونية في باريس
وسميت فيهم المجلس العسكري. هذا ما يعطيهم الحق بأنهم يتخلى عن موضوع هذا الراجل اللي بذا الحجم وينساه ويعود كأنه شيء لم يكن، لأنه كان معارض. نعم، فيما يتعلق باللقاء بالرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، عبر ماذا شرف هذا اللقاء؟ عبر الاتصال. نعم، طرحت عليه الموضوع وطلبت منه العمل، وتلقاني بصدر رحب وقال لي أنا مستعد للعمل، مستعد لأي معلومات إن جابت وش تقال عليها. وذاك هو اللي خلاني نطلب لقاء وعاقب ذاك مباشر، وتبارك ليش تقال عليه لين دخلت عليه في القصر. لين جيت أمي إنسان متعدل ومريح ولا بخلني شيء من شيء صالح من التلقي، وتعهد عنه أي شيء قد يعدل في الموضوع دار عدل. وراني وأراه ويعرف عني سولت إنه لعاد ثابت عنده عنه ما هو خالق عني أنا مولي مؤمن ولا أنا يكبر ولا يطرح ولا أنا عنه يعطيني الحقق. قال لي عنه هو ما عنده يكون ذاك اللي قالت السلطات فيك لا وين على طارة مفقودة. نعم، السلطات الأنغولية. السلطات الأنغولية. نعم. وهكذا وعنه ما ولا يبخل شيء. نعم، التأكيدات اللي عندكم أنتم نظرك بأنه ما زال على قيد الحياة وأنه مختطف، شنو هي الجهة الخاطفة؟ وأنتم أشرتم في بيانكم إلى أنه في دولة إفريقية، وشن هي أيضا تأكيدات من ناحية مستوى المصدر اللي توصلتم من خلاله هذه المعلومات؟ تبارك الله، المستوى المصدر أنا أول المصادر المتحفظة عليهم اللي كنت وزت إحنا نورك 11 سنة حكم عظام في الموضوع يقارن مولي ما لنا كبار من يطرح مولانا. نحن عندنا معلومات خاصة تجينا عن طريق أحباب ومحبين، علاقات خاصة تجارية، علاقات ذا العالم اللي نعم. عاطي هو قيمته والعالم مولي اللي عنده الإنسانية. فجأة يقوم واحد متطوع قاعد يبحث له من الناس اللي تبحث عن الموضوع، أراه هو مولي ذا الموضوع ما هو لك لحد قد يدخله. ويجوك يجوك معلومات أكيدة خاصة بالأسرة، خاصة بشخص الأسرة، وأنت تقوم تشي تقال عليهم الدار النجدة. هذه هي مصادرنا ما نعطوها قال معلوماتنا تؤكد عنه حالا في دولة إفريقية حركة مسلحة أصلا هي اللي مختطفته. هذا هو آخر شيء عندنا. نصل إلى عاد فهم شيء دوره والله مطالب والله اختطف علاش والله مدبر له الاختطاف. نعم، خلفية الاختطاف. إيه خلفية أنا ما عندي، ما أقدر أفصل فيها. نعم. بيه اللي فهم. من درا كانوا تواصلوا معاكم مثلاً بطريقة ما سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مثلاً أشرت إلى أنه هناك حركة مسلحة هي اللي تخطف. نحن ما قد تواصلوا معنا، قال حاولوا يتواصلوا معنا. نعم. بطريقة. نعم. كيف؟ مشاوا رسائل الجالية الأنغولية الموجودة حالا، راهو رئيس الجالية حالا ما هو نتكلم عنه. نعم. رئيس الجالية قبله جاوه رسائل في الموضوع. رئيس الجالية الموريتانية في أنغولا. حسب اللي وصلني من الشخص اللي جاوه الرسائل عن تم عدم الاهتمام بالشخص اللي جايب الرسالة من الجهة الخاطئة. عنه قالوا يبقى يلتقى برئيس الجالية ونعت أدلة ونعت صور من الشخص. قال عنه هو يبقى انه عنده شيء ما هو قايله ما هو رئيس الجاليه لكنه ما هو خلى يلقاه بطريقه او باخرى. ذاك اللي حكم عليه يلقاه الله اعلم به. حجت فيه رئيس الجاليه ما نعرفه، وحجت فيه عنه قال عنه مرتزق والله يدور لا شيء عطاله والله شيء ولا خلاه يلقاه الله اعلم بذاك اللي الاسباب شنيه. نعم طبعا الملف هذا اللي نقول لك 2018. نعم. نهاية 2018. نعم. بداية 2019. طبعا الملف معقد كما أشرتي، حق. ولكن يحتاج بطبيعته إلى تكاتف جهود مختلف، سواء جهود رسمية طبعاً. جهود شعبية طبعاً. في هذا السياق حتى الآن على مستوى الخارجية الموريتانية، وأنت أشرتي ربما في الحلقة أو قبلها لأنه الرئيس أحالك إلى وزير الخارجية آنذاك، ماذا جرى في إطار ما يتعلق بوزارة الخارجية؟ وزير الخارجية أنا ذاك اللي هو وزير الخارجية وارك. نعم. جيتي أنا للسيد الرئيس محمد العبد العزيز وزير الخارجية اللي إسماعيل الشيخ أحمد. نعم. وزير الخارجية جيت وتلقاني بصدر رحب وقال لي عنه تلفن على سفير الأنغولي. نعم. ووصاه توصيات، لكن عقب ذاك أنا ما قطريت ولا قط اتصل بي ولا اتصل بي السفير لحد الساعة. وشنه كان مثلا انه لهي مثلا شنو الخطوات اللي يقوم بها والله شنو طبيعة الملف برؤيته هو؟ جيت وانا جيت وعندي معلومات. نعم.
وذيك المعلومات صادرة من حد من الأسرة، فهم طالعوا عليه رجاج مسؤول، ولين جيتوا تواصل مع الشخص اللي يعنيه الأمر، والحق ده اللي جبت له أنا ذابت المعلومة عنه، معلومة ما تتعلق برشيد، تتعلق بفتح تحقيق إنه لا يتعدل السلطات الأنغولية، وإنهم طالبة به السفارة الموريتانية تتعاون معها، وإنهم طالبين حد. سمحي لي لكن وضح هذه النقطة، المبادرة أصلا كانت من السفارة والله من المبادرة الجهات من الأنغولية؟ السفير حاله نعم قال عنهم عندهم أصلا تعليمات من الرئيس السابق بأن الموضوع يفتح فيه تحقيق، هذا قاع أوضح. إلين عندهم تعليمات عن السلطات الأنغولية تجاوبت معاهم وعنها ليه تبدأ التحقيق، قال هذا قاع هون توخر بنهاية يا تعود بداية الملف. سمعت انها لا تفتح تحقيق، انهم لا يتعاونوا معاهم، والسفير من نفسه هو اللي اتصل بحد من الاسره، فهم؟ نعم. والعمي، وقالوا عنه يتعاون معاهم ويجيه. وجيت انا على اساس ساكن السفير واعطيته الاخبار، وتلفن على ما هو على السفير الوزير الوزير، الخارجية. تلفن على السفير وتكلم معاه في الموضوع، وقال له خلاص متابعين، ولا يعيط الشخص هذا من جديد وكذا وكذا. عقب الموضوع ما فاتك، ما خلق فيه شيء. هذا حتى الآن الملف حتى ما الآن، هذا بداية 2018، نعم. سنقف مع نحن فاصل في قصير، 2021. عفوا عن المقاطعة، سنقف مع فاصل قصير بالتأكيد، سنعود لهذه النقطة، نقطة مهمة جدا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحيا إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته. غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات. عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة، والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد، الذي نناقش فيه تشدد المناشدة للسلطات الموريتانية بضرورة بذل الجهد من أجل كشف عن مصير رجل الأعمال المختفي رشيد مصطفى. تسلم، كنا قبل الفصل نتحدث عن الجهود الدبلوماسية التي قامت بها الدولة أو من المفترض أن تقوم بها فيما يتعلق باللقاءات، لقاء الرئيس ولقاء الوزير. الآن مع هذا النظام الحالي ومع الرئيس الجديد، هل تغير الوضع وما آخر التحركات في السياق؟ تبارك الله، اللهم صل على سيدنا. أولا هذا سؤال مهم، قضية الجهود اللي تقوم بها الدولة رسميا الله أعلم بها. نعم. يعني ما تطلعكم أول بأول على خطوات الملف؟ لا لا أبدا أبدا. قضية الرئيس السابق كيف ما قلت لك عنه، كنا عندنا عنه نظرية عنه، الموضوع محرج له ولا يبقى يقعد يشتد اخبارنا، ان جينا لحقنا ما محرج له، يقار ظهرنا عنه ولي ما عنده في حال يكون الى عدل يفتح فيه تحقيق. الله شي ذاك حال الرئيس الحالي، نحن قاع كنا ما كنا بين معاه العوام، كنا متوقعين اكثر من هذا، كنا متوقعين عن قضيه عود قضيته كيف ما قلت لك عنه ابن ولايه واخو، وكان موقع منه عن عود اكثر اهتمام. الخطوه اللي عدنا احنا شو الرئيس الحالي، مشينا له رسائل عند القصر، وعندنا أكاشي عليها أنه استلمت، وقالنا عنه لا يعيطنا إلى حد الساعة ما فات طرع علينا شيء في الموضوع. ثانيا عدنا رسائل. شنو تاريخ إرسال هذه الرسائل؟ أنا الرسالة عندي لحين يجي الفاصل، أنا أترك تاريخ.
يعني مع بدايه مع بدايه الحكم، لانه هو الان عنده تقريبا قريب من سنتين وسط الحكم. نعم ما وسط. طيب وصل نحن اعطيناه نفس ما في بدايته. طيب تحرينا الين ما راينا شي حد المشينا رسائل. ضرك ومشينا مي رسائل عبر منصات الالكترونيه مسجله مع منصه الاخبار، واللي اجبرنا اي اهتمام كنا نتوقع عنه من عقب ذيك الرساله عن اللي عيطنا ويسمع منا، الى عاد ما عنده شيء اكد اخبارنا. نحن اخبارنا تقدر تعود الناس ما يجاد عليها، من احنا متحفظين على المصادر. مثلا انت لا سولتني انا كنت سولت منين يقول لك مصادر، وهذا من يعطي الناس عنها. بعض قاع من الناس يقول لا عنها عن احنا ما انا قابلين قدرنا، وعن اسره وتوفى قضى انسان كبر عندهم اللي يعود واقع له شيء، هذا ما هو حق. نحن عندنا المعلومات ولد الله عن ولدنا موجود في مكان ما. رئيس الحالي كنا نتوقع منه اهتمام اكثر، على الاقل يسمع منا. سؤال هون. تسميع على المقاطعه، من راك انتم مستعدين للكشف المصادر للجهات الرسميه اعاده لا تعمل عليهم؟ مستعدين، وتعدناها للجهات القبلها جبناها لهم مكتوبه. انا اللي عندي من ما من من معلومات جبته مكتوب كملف سلمته لمحمد عبد العزيز، وهذا كنت قاعد اتوقع اني نعطيه كفر. نعم واني نعطيه تاريخ وكل شيء. هو الى حد الساعه ياسر المسؤولين الموريتاني ما يعرف تاريخ الاختطاف انت. نعم وزير الخارجيه سولتني عنه انا ذاك فتره الحادث، ذيك الساعه كان وزير الخارجيه رئيس الوزراء محمد ملاوي محمد الاقضاف، راوش تقال على الموضوع 2010 راوش تقال على الموضوع وعدل فيه اللي قد عدل فيك الفتره. مثلا تحضير للبحث بطريقه سريعه، مش اشخاص من الاسره، عدل لهم الفيز بصفه سريعه ومعاهم محامي ومش مشاو شور انقول يقر من وراء ذاك قضيه كامله. شنو هي النتيجه الرجعيه؟ ما راجعوا يكون عنهم متأكدين عن القضية. السلطات الأنغولية باط مخابرات الأنغولية عنها ما يكشف عن الحقيقة، وهم خوفوا، وهم في ذيك الفترة خوفتهم الجالية ورجعوهم أحد من الأسرة معهم ما هو في رسمي من الدولة، أشخاص من الأسرة. ولماذا ما يتم وزارة الخارجية تمشي وفد رسمي من هذا هو كان متوقع. نحن كنا متوقعين عن وزارة الخارجية الموريتانية تقبل الوزير الخارجية ساعة أنها متمكناس ورأي خط قالية ولا كانت منوية يلا تقبل فيك الفترة جماعة فيها محامون وفيها مسؤولة وقانونية ورواية تناظرة كاملة وتمشيها إذا ما خلق. ذيك الفترة السلطات الأنغولية والموريتانية ما بيناتهم علاقات رسمية. نعم يقدعود كان من الأسباب، قال مولي اللي خلق هذا مولاي محمد الأقضاف يقدعود يشاهدني ماني منويت ونعرف عنه اشتقال على الموضوع يقار مولي شاقلت حد وتوفذ ما هو تحت يده. هي الحقيقة وشي رسمي اللي يالله يعدل رسمي في الموضوع ما عدل فيه نهائي. شنو اللي يالله يعدل في الموضوع برأيك؟ اللي يالله يعدل في الموضوع وفد رسمي. نعم اي مدى فاقد حد رسمي. نعم يالله اشتقال طريقة رسمية. نعم احنا ما نفاقد انتيفا والله ما نيفا. طبعا مع كامل الاحترام لجميع المهن وجميع المواطنين الموريتاني المواطنين كاملين مواطن قاعد يسوي منك صحيح لانه هذا مواطن موريتاني عنده الحق الكشف عن نحن فاقدين رئيس حزب. نعم ومترشح سابق رئاسيه 2007 وشاب تاجر ناجح رجل اعمال ما يلا ينقبل زي ما يلا ينقبل طريقه تصديق او عدم وتصديق معلومات نحن وعدمه اذا قاعدين خلوه جانب عن في ناحيه الدوله. الدولة تشد قال هي تعطينا الحقائق، إلى عاد عندها شي حقائق ما هو تقولوا لنا بصفة رسمية عندنا في الحق وتطلعنا على الموضوع. نعم خصوصا هناك جانب مهم أيضا يمكن التطرق عليه هو الجانب القانوني في الموضوع. ما هي التحركات في هذا الجانب خصوصا هنا أو في أنغولا؟ قضية القانونية لأن نحن كأسرة عندنا محامي موكلين. نعم على الموضوع وذاك المحامي معتمد ومعروف، ذاك المحامي يلا اي شيء لا يعدل في الموضوع يعيط له هو يعود حاضر فيه. لعات الدوله لا يتمشي جماعه والله تشد باط اخبار الموضوع ذاك اللي يتعدل فيه ذاك المحامي يلا عد على الطلع بين احنا وكلنا. نعم وتوفوا ناحيه هذا باط هو اللي عندي في جواب هذا السؤال. شكرا جزيلا لك
تسلم مصطفى شقيقة رجل أعمال رشيد مصطفى. أشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على متابعة هذه الحلقة من المشهد إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.